أنا عبد الله الدايل، مؤسس قيود. الاقتصاد بالنسبة لي اهتمام وشغف، حتى من قبل ما أدرس ماجستير إدارة الأعمال، وكنت دائما أشوف في البي تو بي، في سوق البي تو بي ماركت أو تقديم الخدمات ومنتجات للشركات فرصة كبيرة، كثير من الناس ما استثمروها في المنطقة عندنا. وبحكم خبرتي في مجال تقنية المعلومات وبحكم دراستي، لاحظت في فجوة كبيرة بين الخدمات والبرامج المقدمة عالمياً وبين احتياجنا الفعلي السعودي. ومن هنا بدأنا قيود. قيود هي كلمة مشتقة من القيد المحاسبي. ركزنا على الجانب المحاسبي في البداية لأنه هو أكثر جانب لم يأخذ حقه من رواد الأعمال. جلسنا مع العشرات من المحاسبين عشان نفهم المشاكل اللي هم يواجهونها في أداء عملهم، ونفهم ليش المحاسبة صعبة لرواد الأعمال أنهم يستفيدون منها. هدفنا في قيود أن نكون بوابة واحدة لتقديم الخدمات المالية لرواد الأعمال في المنطقة، من خلال تسهيل المحاسبة على رواد الأعمال وإعادة تعريف عمل المحاسب في المنشأة، بحيث يكون من أنه يكون مدخل بيانات إلى أنه يكون محلل ويساعد في اتخاذ القرارات. نستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هم أكثر منشآت عرضة للفشل، وقيود يقلل لهم المخاطرة هذه لأنه يساعدهم في أنهم يستفيدون الاستفادة الكاملة من المحاسبة. الحمد لله جانب التوطين لم نغفل عنه، واستطعنا أن احنا نساهم في توطين قطاع المحاسبة في المنطقة، وهذا الشيء الحمد لله يشرفنا. بفضل من الله ثم ثقة عملائنا فينا قدرنا ننجح نجاحات مبهرة، قدرنا نسهل العمل المحاسبي للعملاء بحيث أنه يقدر يطلع على معلوماته من أي مكان في العالم، مما سهل عليه اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، سواء هو في إجازة أو على رأس العمل وموجود في نفس الشركة حقه. تكون منظومة قيود من نظام محاسبي سهل الاستخدام، سهل الوصول، تقدر توصله من أي جوال، من أي متصفح، وبالإضافة إلى خدمة المحاسبين اللي تقدر توظفهم حسب الحاجة بالساعة أو باليوم، بخبرات مختلفة وحتى بتخصصات مختلفة. وأيضاً عندنا خدمة الربط الإلكتروني، فيستطيع صاحب البرنامج وصاحب المشروع أن يربط البرنامج مع قيود، تصير محاسبة أوتوماتيك أو محاسبة تلقائية. الحمد لله في قيود قدرنا نوصل إلى 100% توطين. بيئة العمل في قيود محفزة، مبتكرة، أيضا تقود إلى الأمام، هذا بفضل العمل الجماعي وربط النجاح دائما بالجماعة وليس بالفرد. لما بديت مشروعي وتقدمت بالمشروع لمراحل متقدمة وجهز عندي البروتوتايب، نصحني أحد الشباب أني أقدم على بادر، وفعلا قدمت على بادر وعرضت عليهم الفكرة وقبلوا فيها وقدموا لي دعمهم، ما قصروا فيه. ولولا الله ثم دعم بادر ما قدرنا نوصل هذه المراحل المتقدمة والإنجازات هذه كلها. قدموا لي شيء كثير، قدموا لي الاستشارات القانونية والمالية والتسويقية وجميع أنواع الاستشارات. الحمد لله نجحنا النجاح هذا، والمستقبل واعد بإذن الله لقيود، وإحنا بإذن الله نطمح أن نكون قادرين على أن نصدر طاقات المحاسبية السعودية إلى خارج المنطقة، وبإذن الله أن إحنا قادرين.